سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع امبارح تابع فيه الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان، خاصة مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بسيناء ومدن المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة وصواري، وكمان تطوير منطقة القاهرة التاريخية وسلسلة مشروعات سكن لكل المصريين. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان، خاصة مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بسيناء ومدن المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة وصواري، فضلا عن تطوير منطقة القاهرة التاريخية، كذلك سلسلة مشروعات سكن كل المصريين. وقد عرض الدكتور عاصم الجزار في هذا الإطار سير العمل في عدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى انتهاء العمل بمدينة المنصورة الجديدة بطول 15 كيلومتر على ساحل البحر المتوسط مباشرة، وذلك بكافة مكوناتها من أحياء سكنية بمختلف أنواعها من عمارات وفيلات ودور عبادة ومركز الرعاية الطبية ومباني تجارية وخدمية ومحطات معالجة وتحلية المياه ومحولات الكهرباء. وقد وجه السيد الرئيس بالتدقيق في مستوى كافة الخدمات التي ستقدم لقاطني مدينة المنصورة الجديدة، والقيام بالتنسيق الحضري على نحو مستدام يتماشى مع طبيعة الجو بالمنطقة. وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا عرض مستجدات العمل في مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بسيناء بكافة مكوناته الفندقية والسياحية والخدمية والطرق والمحاور المؤدية إلى الموقع، حيث وجه السيد الرئيس بالاستمرار في بذل كافة الجهود لتقديم تلك البقعة المقدسة من أرض مصر للإنسانية ولجميع الزائرين من أنحاء العالم على النحو الأمثل، تقديرا لقيمتها الروحية الفريدة التي تنبع من كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة، مع مراعاة أن تكون المباني والإنشاءات والمرافق متناغمة مع الطبيعة البيئية للمكان، كذا زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة حفاظا على البيئة. كما تابع السيد الرئيس كذلك تطوير منطقة القاهرة التاريخية، والذي يهدف لاستعادة الوجه الحضاري للقاهرة بما فيها عملية التطوير الجارية في سور مجرى العيون، موجها سيادته بألا يقتصر التطوير على المعالم التاريخية والأثرية العريقة فقط، وإنما يمتد أيضا لكافة الأراضي والمواقع المتاخمة لها. وتم في ذات السياق عرض الموقف التنفيذي لتطوير منطقة مثلث ماسبيرو، حيث وجه السيد الرئيس بأن يتم تطوير المثلث بالتناغم والتكامل مع مختلف أوجه التطوير الجاري بهذه المنطقة المركزية في العاصمة. وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور عاصم الجزار عرض أيضا جهود الوزارة للاطلاع بمشروع للتدريب الحرفي والفني للشباب في القرى، وذلك بالتعاون مع وزارة الهجرة والمصريين بالخارج، وفي إطار مبادرتي حياة كريمة وقوارب النجاة، حيث وجه السيد الرئيس بتكثيف تلك النوعية من البرامج ورفع مستواها وزيادة عدد المتدربين من الشباب فيها لاكتشاف المواهب والقدرات المتميزة في المجال الحرفي والفني، مع صقلها على مستوى فني راقي بالنظر لمساهمتها في دفع عجلة التنمية الشاملة في مصر، والتي تحتاج لكافة سواعد أبنائها الموهوبين والمبدعين في كافة المجالات. كما تم عرض الموقف التنفيذي بمدينة العالمين الجديدة، فضلا عن تطور الأعمال الإنشائية بمشروع صواري الإسكندرية، إلى جانب استعراض موقف المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة منطقة الأبراج في حي المال والأعمال. كمان امبارح كان في مجموعة من الأخبار المهمة. من هذه الأخبار اجتماع عمله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء علشان يتابع الموقف الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الرئيسية، وأيضا إجراءات التوسع في إنشاء صوامع تخزين الغلال والحبوب، ومتابعة إجراءات تنفيذ الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية اللي وجه بيها سيادة الرئيس. في أخبار وأحداث مهمة حصلت امبارح، أبرزها الاجتماع اللي عمله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة موقف الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الرئيسية، وكمان موقف زراعة المحاصيل في إطار خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي. وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء إنه الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن تماماً.
كمان امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تابع إجراءات التوسع في إنشاء صوامع تخزين الغلال والحبوب تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين صناعة الصوامع ونقل الخبرات والتكنولوجيا العالمية في هذا المجال. وقال الدكتور مدبولي إن منظومة الصوامع ساهمت بشكل كبير في تمكين الدولة من مواجهة الأزمات العالمية المتلاحقة وتوفير الاحتياجات وتحقيق الأمن الغذائي المصري. برضه امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عمل اجتماع للاطمئنان على اجراءات تنفيذ الحزمه الجديده للحمايه الاجتماعيه اللي اقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال الاجتماع تم التاكيد على الانتهاء من حصر المناطق الاكثر احتياجا على مستوى الجمهوريه بهدف توفير الكراتين الغذائيه للمواطنين المستحقين لها، وكمان التنسيق بين وزاره التضامن ووزاره الاوقاف فيما يتعلق بتوزيع لحوم الاضاحي على الاسر المستحقه. وزارة الداخلية نشرت فيديو عن الحملات الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وأبرز القضايا اللي تم ضبطها في مجال الإتجار في المواد المخدرة والتهرب الجمركي. تواصل وزارة الداخلية تصديها لجرائم الإتجار وجلب وتهريب المواد المخدرة لتجنب مخاطرها وانعكاساتها السلبية على المجتمع صحياً واقتصادياً وأمنياً. فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من إحباط محاولة أحد العناصر الإجرامية نقل وتهريب كمية من المواد المخدرة من شرق لغرب قناة السويس عبر معدية الشط، مستخدماً سيارة نقل عد بداخلها مخازن سرية ليصعب الوصول إليها. وتمكنت الإدارة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبطه حال استقلاله السيارة وبحوزته 9600 تربة لمخدر الحشيش تزن طن و100 كيلوغرام من مخدر الهيدرو وكمية من مخدر الأفيون تزن 15 كيلوغرام، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 74 مليون جنيه. كما رصدت الإدارة نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش بالقاهرة وتمكنت من ضبطه حال استقلاله سيارة وبحوزته 510 تراب لمخدر الحشيش تقدر قيمتها بثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعين ألف جنيه، كما تم ضبط بندقية وطلقات نارية. على صعيد أمني آخر، تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري بقطاع أمن المنافذ من ضبط 15 طن من المواد الخام المستخدمة في تصنيع أدوية المضادات المحظور استيرادها داخل حاويتين بقصد التهرب من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها والتي قدرت ب 11 مليون جنيه. كما نجحت الإدارة في ضبط 6 أطنان مستحضرات تجميل داخل حاوية مشمولها المستندي المشروع مواد غذائية قادمة من إحدى الدول إلى ميناء الإسكندرية البحري، وقدرت قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عليها بأربعة ملايين جنيه. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. أما في جولة المحافظات النهاردة فهيكون معنا مجموعة من الأخبار اللي حصلت هناك امبارح وأبرز هذه الأخبار: افتتاح شاطئ 4 العام بالغردقة، وأيضا كمان تسليم 16 ألف طن لحوم بلدي لمستفيدي تكافل وكرامة في الفيوم، وتنظيم المهرجان الرياضي لألعاب القوى في كفر الشيخ، وأخبار تانية من محافظات كتيرة هنعرفها من خلال التقرير اللي جاي. محافظات مصر حصل فيها امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من البحر الأحمر اللي تم فيها افتتاح شاطئ 4 العام بالغردقة طوله حوالي 400 متر ومساحته 25 ألف متر مربع، وده لخدمة الأهالي والمصيفين من ضيوف المحافظة. وقال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر إن أعمال التطوير بتأتي في إطار خطة المحافظة وتوجيهات القيادة السياسية بإنشاء شواطئ عامة للمواطنين والمصيفين برسوم دخول رمزية. في سوهاج انتهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة من رصف شارع كورنيش النيل بتكلفة 2.3 مليون جنيه ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
في الشرقية افتتحت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة محافظ الشرقية المعرض المؤقت لمقتنيات الفن القبطي بمتحف تل بسطة بالزقازيق، واللي بتنظمه إدارة السياحة والمتاحف بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع منطقة آثار الشرقية. المعرض هدفه إبراز مفهوم الجمال وإبداع الفنان المصري خلال العصر القبطي وتقديمه للزوار بصورة ملائمة من خلال سيناريو عرض جذاب وشيق. في الفيوم شهد المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري أعمال تسليم 16,000 طن من اللحوم البلدية مقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة بشتى أنحاء المحافظة. في كفر الشيخ نظمت مديرية الشباب والرياضة المهرجان الرياضي لألعاب القوى بنادي سخر الرياضي بمشاركة 100 لاعب ولاعبة من أعضاء مراكز الشباب والأندية الرياضية. في الأقصر افتتح الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر 3 معارض فنية بقاعة العرض الرئيسية بكلية الفنون الجميلة. المعارض بتضم 41 عمل تشكيلي بيرصد مظاهر الحضارة المصرية القديمة. في الإسكندرية قال المحافظ اللواء محمد الشريف إنه منذ انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلعية وحمى الوادي المتصدع والحد 15 أغسطس الجاري تم تحصين ما يقرب من 88,000 رأس ماشية. في جنوب سيناء تفقد المحافظ اللواء خالد فودة الأتوبيس الكهربائي الصديق للبيئة استعداداً لتعميم استخدامه والانتفاع به في مدينة شرم الشيخ أثناء انعقاد مؤتمر قمة المناخ COP27 اللي هيعقد في شهر نوفمبر اللي جاي. في الغربية نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني معرض لتوزيع 3,926 قطعة ملابس جديدة على الأسر الأكثر احتياجاً بقرية خرسيت مركز طنطا.